The present simple tense in everyday conversation. المضارع البسيط في الحوارات اليومية. Some students are so keen to know about English grammar and to learn the rules that they forget something. Grammar is just one ingredient used in communication to express yourself and understand others. To switch things around, here are some practical ways you can use the present simple verb form in small talk and everyday conversation. يحرص بعض الطلاب على تعلم قواعد اللغة الإنجليزية، لكنهم ينسون بأن القواعد هي مجرد وسيلة تستخدم للتواصل وللتعبير عن أنفسهم ولفهم الآخرين. لذلك عليهم أن يتبعوا طرقا بديلة والتي تمكنهم من خلالها استخدام الأزمنة ومنها الفعل المضارع البسيط في محادثاتهم اليومية. Giving personal information and describing your routine. My name's. I live in Iraq. I have a brother and a sister. I am single, married, divorced. I am about 172 centimeters and weigh 75 kilograms. I am a Leo. Zodiac. I wake up at 6 o'clock. I sometimes take the car and get into university at about 8 a.m. I never eat breakfast at home as I am often in a rush to get to university. At the weekend, I usually have breakfast in our garden and talk with my parents. I rarely go out during the week as I prefer to relax at home after studying. I sometimes go for a swim at the local pool. الشخص هنا يتحدث عن يعطينا بعض المعلومات الشخصية عن نفسه وكذلك يتحدث عن روتين حياته اليومية. ما الذي يفعله كل يوم؟ أو معتاد أن يقوم به كل يوم أو كل أسبوع وهكذا. My name is. يعطي اسمه. I live in Iraq. مكان الذي يعيش فيه. I have a brother and sister. يتحدث عن siblings أو أفراد العائلة إذا كان متزوج. Daughters and sons. I'm single, married, divorced. يتحدث عن حالتي الاجتماعية. I'm about 172 centimeters. يتحدث عن طولي ووزنه. كان يحب الأبراج. يتحدث أيضا عن الأبراج ويفتح موضوع عنها. فمثلا هنا برجه الأسد. ثم بعد ذلك يدخل في موضوع الأفعال اليومية التي يقوم بها كل يوم، أي روتين حياته. لاحظوا بأن الأفعال المستخدمة هنا live, have, am, wake up, take, get into, eat, I am, have, talk with, go out, go. كل هذه الأفعال لم تضف إليه أي إضافة، وذلك لأنها جاءت بصيغة المضارع البسيط، والفاعل هنا I. I, you, we أو الجمع. دائماً الفعل الذي يأتي بعدها بدون أي إضافة. Semi-verb or infinitive. ونلاحظ كذلك هنالك sometimes, never, often, usually, rarely جاءت أيضاً مع المضارع البسيط. هذه تسمى adverbs of frequency وكما أخذناها في المحاضرة السابقة. أيضاً هذه تدل على أنها مضارع بسيط، أي ما يقوم به هو بشكل دائم. الأفعال اليومية التي يقوم بها هي الاستيقاظ في السادس صباحا، يأخذ السيارة لتقله إلى الجامعة، يصل عادة في الساعة الثامنة صباحا، لا يتناول الإفطار وذلك لأنه دائما مستعجل في أثناء ذهابه للكلية. في عطل نهاية الأسبوع يستطيع الإفطار مع عائلته في الحديقة ليتحدث معهم، خاصة الوالد والوالدة. ونادرا ما يخرج أثناء الأسبوع ويفضل أن يبقى في البيت وذلك بعد دراسة. وفي بعض الأحيان يذهب إلى المسبح العام وذلك للسباحة.
Talking about your job and responsibilities. I work for Erbil Manpower Company Limited. I am a junior software developer. My work involves assisting the development manager with all aspects of software design and coding. I attend and contribute to company development meetings. I write and maintain code and work on minor bug fixes. I work on monitoring the technical performance of internal systems. في هذه الفقرة يستخدم الشخص المضارع البسيط عندما يتحدث عن طبيعة عمله والمهمات التي تقع على عاتقه. فمثلا هنا إنه يعمل في شركة أربيل المحدودة تسمى Manpower، وهو يعمل هناك كمطور لبرمجيات جديد بعد مبتدئ. يتضمن عمله مساعدة مدير التطوير في جميع جوانب تصميم البرامجيات والتشفير. يحضر ويساهم في اجتماعات تطوير الشركة، يكتب الشفرات ويعمل على إصلاح الأخطاء الطفيفة، يعمل على مراقبة الأداء الفني للأنظمة الداخلية، يستجيب لطلبات فريق التطوير، يقوم بجمع المعلومات من المستهلكين حول وظائف البرنامج وكتابة التقارير عنها، ويجري أيضا اختبارات تطوير وتنمية. Talking about your likes and dislikes. I really like you too. I'm a big fan of the Game of Thrones. I'm really into rap music. I don't mind billiard, though it's a little boring. I'm not into boxing, sorry. I hate American football, what a dopey sport. I enjoy playing PUBG. One of my favorite things to do during the week is to have my morning cup of coffee at Hookah's Cafe. هنا يتحدث الشخص عن الأشياء التي يحبها والتي لا يحبها، وفي هذه الحالة يستخدم المضارع البسيط. فالجملة الأولى أنا حقا أحبك، أو أنا أحبك أيضا. أنا من أشد المعجبين بمسلسل صراع العروش. أنا حقا أحب موسيقى الراب. أنا لا أمانع لعبة البلياردو على الرغم من أنها مملة بعض الشيء. أنا لا أحب الملاكمة، آسف. أكره كرة القدم الأمريكية، يا لها من رياضة غبية. أنا أستمتع بلعبة البوبجي. أحد الأمور أو الأشياء المفضلة لدي خلال الأسبوع هو الحصول على كوب القهوة صباحي في مقهى هوكا. هذه الأشياء من الأشياء المفضلة لدى الشخص، وأيضا هناك أشياء يكرهها فيتحدث عنها لفتح موضوع. ونلاحظ بأن أيضا الأفعال لم يتم إضافة إليها أي إضافة، ذلك لأنها في صيغة المضارع البسيط. ولكن نلاحظ بأنه إذا الفاعل تحول إلى مفرد أي he, she, سها, the teacher, the doctor، نلاحظ بأن الفعل سوف يضاف إليه s. For example, she loves, she likes. أو إذا كان am سوف يتحول إلى she is أو he is a big fan. وإذا كان منفي مثل I don't mind billiard سوف تتحول أو تستبدل ب she doesn't mind. نلاحظ بأن الفعل المساعد قد أناب عن الفعل mind ويستبدل ب doesn't لأنه فعل مساعد للمفرد she. Giving your opinion. Note that verbs of opinion are usually in the simple form, while actions are in the continuous. For example, I think she's a wonderful person, opinion. I believe is the best player of all time. I don't think he'll do that. Sorry, but I feel it's not the right time to do this. I don't believe that's true. In my opinion, this just isn't right. نلاحظ بأن أفعال الرأي عادة ما تكون في صيغة المضارع البسيط عكس أفعال الحركة التي تأتي دائما مستمرة في صيغة المضارع المستمر. ففي هذه الجمل مثلا أعتقد إنها شخص رائع،
أعتقد اسم شخص يذكر أو لاعب هو أفضل لاعب على الإطلاق. لا أعتقد إنه سيفعل ذلك عذرا، لكنني أشعر إنه ليس الوقت المناسب للقيام بذلك. لا أعتقد إن هذا صحيح، في رأيي هذا ليس بصحيح. نلاحظ في هذه الحالة أيضا استخدم المضارع البسيط في الأفعال think, believe, I don't think, feel, don't believe، وذلك لأن هذه الأفعال لا يمكن استخدام معها الـ ing للدلالة عن الرأي. فمثلا I think إذا غيرنا الفعل I be she or he، طبعا الفعل سوف يضاف إليه as فيكون she thinks and he thinks. في حالة I don't think إذا قلنا she doesn't سوف ينيب الفعل المساعد doesn't بدل don't، وذلك لكي يتحمل النفي، وبذلك الجملة سوف تكون she doesn't think. Talking about people. He is a great fun, boring, okay guy. She sings really well. My uncle is great, a good laugh. What surprises interests me about him is his wicked sense of humor. Present simple questions you can ask at a party. What do you do for fun? Equals another way of asking what someone does in their free time. How do you spend your week? This could be an easier question to ask if you're not sure if the person has a job, as it opens up the conversation for them to answer how they wish. How often do you go out? Where do you like to hang out? Are you a morning person? What's your favorite film, TV show, song, book, etc.? وعندما تكون في حفلة ما، نلاحظ من أجل فتح حديث مع الآخرين، وخاصة لأناس لا تعرفهم ولأول مرة تتعرف عليهم، فتستخدم المضارع البسيط في حالة السؤال. فمثلا ماذا تفعل من أجل المتعة، وهي طريقة أخرى للسؤال عما يفعله شخص ما في وقت فراغه. كيف تقضي أسبوعك؟ وهذا السؤال سهل جدا، يعطي مجال للشخص أن يتحدث، أن يجيب عن ماذا يفعل في حياته الخاصة. كم مرة تخرج من البيت؟ أين تحب أن تتسكع؟ هل أنت من النوع الذي يستيقظ باكرا؟ ما هو الفيلم المفضل لديك؟ أو البرنامج التلفزيوني، الأغنية أو الكتاب؟ نلاحظ بأن الأسئلة سواء كانت WH question تبدأ بـ WH أو كانت Yes No question تبدأ بـ Auxiliary، بأنها قد جاءت بصيغة المضارع البسيط. فمثال على ذلك How do you spend your week؟ كيف تقضي الأسبوع؟ نلاحظ بأن الجملة الاستفهامية بدأت بـ How، وبعدها جاء الفعل المساعد do، وبعد ذلك بعد الفعل المساعد subject، وبعد subject الفعل يأتي بصيغة البيز، وثم تكملة. نلاحظ بأن لأن الفاعل you، وكما قلنا إذا كان الفاعل you we they أو أي اسم جمع، فبالتأكيد سوف يكون الفعل ما قبله الفعل المساعد أي ما قبله بصيغة do. أما إذا كان الفاعل he, she, it or كانت من أسماء المفردة، فالفعل المساعد قبل السبجكت هو يأتي does. ودائماً الفعل بصيغة المضارع البسيط في الأسئلة في الجمل الاستفهامية لا يضاف إليه أي شيء، لا يضاف إليه أي شيء. نأتي على الجملة الرابعة Are you a morning person؟
نلاحظ بأنه هذا السؤال هو yes no question لأنه ابتدأ بالفعل المساعد are، وهذه في هذه تكون صيغة الجملة كالتالي: are الفعل المساعد ثم subject وهكذا، وبعدها تكملة. وإذا كان مفرد سوف نقول is she a morning person or is Sari a morning person، أو إذا أريد أن أتحدث عن نفسي أقول am I a morning person وهكذا. Six. What superhero do you like the most? Why do you admire them? Seven. What's your morning ritual like? Do you spend half an hour singing in the shower? This could be a fun way to ask a boring question. Eight. Is there any celebrity that you look up to? Nine. How do you spend a rainy day? Ten. What's your biggest addiction? If you ask this in a fun way, they'll probably talk about their coffee habit or spending time with their kids, but maybe not something so serious. Texting, telephoning, emailing. What are you up to, John? How about we go for a swim later? I look forward to it. I can't wait till later. Let us meet in front of the Swamp Hotel. Speculating. He seems to be more tired than usual. She can't be American. I think she's Australian with that hat. He's probably in his 30s. He can't be older. Talking about facts. Paris has a population of 8 million people. President Obama is the most popular president since the 1980s. Victoria is located in southern Australia. التخمين، أي توقع شخص بأن يكون شيئاً آخر. فمثلاً يبدو بأنه متعب أكثر من المعتاد، لا يمكن أن تكون أمريكية، أعتقد بأنها أسترالية مع هذه القبعة. من المحتمل أنه في 30 من عمره، لا يمكن أن يكون أكبر عمراً. في هذه الحالة نستخدم صيغة المضارع البسيط. في هذه الحالة نتحدث عن الحقائق العلمية أو الحقائق التاريخية. فمثلاً يبلغ عدد سكان باريس 8 ملايين نسمة. هذه حقيقة علمية لا يمكن تغييرها إلا بعد سنين طبعاً طوال، لكنها تعتبر حقيقة. الرئيس أوباما هو الرئيس الأكثر شعبية منذ الثمانينات، أيضا حقيقة. تقع فيكتوريا في جنوب أستراليا، أيضا حقيقة. الحقيقة هو شيء علمي ملموس. This is the end of the lecture. I hope you enjoyed it. Thank you.